تعال بقى نشوف براكتس تيست، نشوف براكتس تيست على الايه اليونت 4 دي بقى. ماشي، يونت 2 ليسون 4، ريد ذيس تيست. يلا ذيس سنتنس هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل. ذا دكتور سيد ماي تشيك اب وينت ويل اند ذات ماي كونستيتيوشن، خد بالك كونستيتيوشن از ايه سترونج. كونستيتيوشن هنا معناها ايه بقى؟ مش ممكن يكون معناها دستور، معناها ايه بقى؟ معناها الهيلث، معناها الصحه بتاعتي، هيلث. واحد بيتكلم او دكتور سيد بيكلمني، الدكتور كلمني، اكيد دكتور وبيكلمني على حاجه، بالذات الدكتور هيكلمني على الانرجي ولا على المرض ولا على الميديسين ولا على ايه، اكيد بيكلمني ان صحتي از سترونج. الحاجه الوحيده اللي سترونج فيا هي الهيلث. خلاص، يبقى هي الكونستيتيوشن هنا مش معناها الدستور او الوثيقه، معناها الهيلث. نمبر 2، ان ايشو بيكمز controversial. الايشو بقت قابله للجدل بين الاثنين. وين ايه؟ وين ات از ريبورتد كذا نيوز بيبر، لا طبعا ات كذا ات كذا، لا كوز بيبل تو ديسجري. هو كلمه controversial هي معناها ناس مش متفقه على حاجه. اشوف دي اشوف دي، لازم اشوف controversial لا يبقى يجي معاها ايه ديسجري. طيب the opposite of diminished، ده عكس diminished ايه؟ diminished يعني حاجه بتصغر، يبقى عكسها اكيد حاجه بتكبر، يبقى حاجه increased، يبقى عكس diminished هو increase. ماشي، طيب why when you modify something you don't do not، خلي بالك not capital، يبقى عكس اللي انا متخيله اهو. modify يعني ايه؟ يعني يعدل، يبقى not ايه؟ يسيبها زي ما هي. not يبقى يسيبها زي ما هي، لو ما كانش في not يبقى ينفع change وينفع limit وينفع ميك بيتر، كل دول معناها بص يعني كده بيغششك، يقول لك ايه موديفاي معناها ايه؟ معناها ميك ات بيكتر او ميك ات وورس، يعدلها لحاجه اوحش، وليميتد ان سام واي يخليها محدوده في اتجاه معين، وممكن تشنج كذا، كل ده اسمه موديفاي. النوت بتاعه العكس هو ليف ات از از. طيب وين يو بروتست سام ثينج، لما انت بتتظاهر في سام ثينج ايه بقى؟ اكيد انت بتعترض عليه، اما اقول لك مش هديك كذا كذا النهارده، لا 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 انا عايز الحاجه دي انا مش عارف ايه، يبقى ده بروتست، يعني انت بت ايه بتشتكي او بتعترض. ماشي، طيب اللي بقى السؤال اللي بعده read the sentence. The old piano was genuine antique. ال old piano كان حاجه قديمه قوي، ولكن الاسره عايزاه ليه؟ عايزاه عشان هو genuine. genuine يعني ايه بقى؟ genuine معناها real، حاجه اساسيه، حاجه حقيقيه، حاجه اصليه، قال عليه ريل وليس اونست ولا الكلام التاني ده. طيب when you focus on a poem، لما تركز في قصيده شعريه ايه بقى؟ you ايه؟ you study it in depth، انت بتقراها بعمق، لما مركز focus يعني study in depth، دي معناها السينونيم بتاعها. السينونيم بتاع focus هو ايه؟ ان انا اذاكر الحاجه بعمق. اقول لك يلا يا ميدو عايزين اليومين دول نركز في الفوكابلري، يعني نركز فيها، تقول لي خلاص I study in depth، هذاكرها بعمق. طيب a word closely associated with conflict، ايه هي associated with conflict؟ اكيد هي الارجيومنت. conflict يعني argument، تعارض، اتنين بيتخانقوا سوا على حاجه، انت تقول عايز دي واخوك يقول عايز دي، يبقى انتوا الاثنين في بينكم conflict عليها، يعني في argument، انتوا معترضين انتوا الاثنين. نمبر 9، people who act in an earnest way، earnest يعني جد، earnest way مالهم بقى؟ هل دول مزيفين؟ هل دول مش عارف ايه؟ هل دول unwilling؟ لا، honest. honest يعني بيتعاملوا بصدق وبطريقه جديه، طريقه جديه يعني فيها امانه، فيها امانه من الطرفين وحرص من الطرفين على بعض. طيب leave it leaves it the same، بيخليها زي ما هي، معناها ايه؟ amendment. يعني amendment مش معناها يسيبها زي ما هي، amendment يعني بيغيرها، بس قلنا بيغير ايه؟ بيغير حاجه على الورق، مش غير حاجه كده زي object، لا لازم يكون حاجه فيها كتابه. شكرا.